اهلا اهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، الجزء الثاني زي انتم شايفين في العنوان اني راح اكون شغالة مرة ثانية. في الفيديو السابق صرت شغالة، لكن كنت شغالة في فندق 5 نجوم. اللي ما شافه خليه يروح يشوف الفيديو السابق، هذا الجزء الثاني وان شاء الله راح يعجبكم الفيديو. وخلونا نبدأ. زي ما انتم شايفين انا مجهزة كل شيء جاهزة. الحين بدل راح اروح العب في فندق راح ادور بيت عائلة يقبلوني ان شاء الله. ويلا خلونا نبدأ. بسم الله، اول شيء خلينا نروح اي بيت ندور. خلينا نروح البيت هذي ودور الجرس اذا هي تبقى شغالة ولا لا. بسم الله ان شاء الله تسبحني. بس مين هذا؟ ولد هذا؟ المهم راح ننتظر. شكلها ما موجودة في البيت هذه. لو سمحتي أنا جيت أشتغل أبى أترزق. المهم هذه ما هي موجودة، هنروح بيت تاني دور على بيت ثاني. يا جماعة ما في أي بيت هنا، ما في غير هذه. خلنا نشوف هذه البنت اللي تبغى نسألها نقول لها هاي. هاي الحمد لله داخلة. تبين شغالة؟ تبين شغالة؟ أنا شغالة سعودية. ممكن توافقي أنظف عندك في البيت وأشوف عيالك عادي، أهم شي إنك تقبلين بس بليز. لا سوري، لا ليش؟ طيب خلنا نشوف المجموعة اللي هناك. ليش يعني تهرب مني؟ ها هذا شكله باع دول ما يبغوا. المهم نروح ندور واحد ثاني نشوف ذا. خلينا نوقف كده في وجهه نشوف ايش يسوي. طلع شرطي الاخ، طلع اطول مني. لا ما يبغى شغالة. مين يبغى شغالة؟ حكتب كده. مين يبي شغالة؟ يلا اللي وافق يشيلوني بسرعة. دي هذا شكله عنده عيال. ايش هذا الصوت من الجرس؟ ياما الازعاج مو طبيعي هنا. جودي اللي يبي زوجة يجي في البيت. مدام أنا جيت شغالة، أنت طلبتيني، وينكي؟ لو سمحت افتح الباب. أوكي نروح بيت تاني. في حفلة هنا يا جماعة. جودي طب لا 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 ايوه خلينا نشوف هذه مسوية بيت. خلينا نشوف تقبل لا. هاي هاي جوانا، جمانة قصدي. لا تذبحيني طيب. خير وش في؟ بسم الله تبين شغالة؟ وش في كده معصبة طوالي؟ تبين شغالة؟ أعصابك حلوة أعصابك. قولها ليش؟ تذبحيني بس ليش؟ قلعي انا انقلع، انا انقلع. في حركة رجولة دايما تسويها، خلنا اسوي زيها. خلنا اسوي الازعاج. تعالي هنا تعالي.
اسلوب، شوية اسلوب اقول لها. اوكي جينا هنا، ان شاء الله نشوف لو هي تتبني ولا لا. بيت ريفي موجودة بالبيت ولا لا؟ يا الله ليش ما في حد يبغى أكون شغالة عندهم؟ يعني هم يرتاحوا وأنا أنظف لهم وأجيب لهم أي شي اللي يبغوا، ليش يرفضون؟ دي شكلها ما هي موجودة في البيت، إيش هذي؟ سيارتها هنا، المفروض تكون موجودة. أفتح الباب. أوكي بيت سعود، إن شاء الله يكون بس موجود بالبيت. أوكي خلنا نشوف، حاسس في البيت موجود هو. اوكي في واحدة موجودة بالبيت عندك الجرس. ترى شفتك طلعتي فوق، افتح الباب. الباب مفتوح بس يعني من الاداب الاحترام اني ما ادخل بيت الناس، صح ولا لا؟ فاستنى صاحب البيت يجي يفتح لي ويدخلني البيت هو بنفسه ويقبلني اكون شغالة عند هذا البيت. الله شو البيت كيف فخم. ايوه جا جا جا، لا تذبحيني. شوف الاسلوب كيف. هاي ممكن أصير شغالة، ممكن أكون شغالة عندكم بس لا تذبحوني. تبون شغالة؟ تبي شغالة؟ لا تذبحيني. أشوف دي مين هذه؟ انا مو صاحب البيت. او وين صاحب البيت؟ اوكي صاحب البيت شكله برا. المهم ما ادري ايش اسوي. اوكي طيب خلاص لقينا هنا بيت تاني، وان شاء الله تقبلني فيه. اما لا اقبليني، ابى اكون شغالة. جات، لا تسبحين. اوكي هاي، اوكي خلينا نشوف ترد ولا لا. يا الله اقول لها ليش ليش ليش، قالت ماني بشغالة. عبارة السبب. طيب ليش ابا اشتغل، انت اقعدي سوي لي، اقعدي وخذي راحتك وانا انظف بيتك، يعني ما اسرق بيتك. شوف بيتها كيف. يا الله شكلي راح اغير الماب لانه هذا الماب كله ما يبغى شغاله. يا الله تعبت جد، من جد تعبت. هاي لو سمحت تبغى شغاله ولا ما تبغى شغاله؟ ها هاي 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 هاي، ده شكله ما عنده بيت. اوكي حلوين، دخلنا ثلاثة جديد، وان شاء الله نشوف هنا كيف يبغوا شغالة ولا ما يبون. فأول بيت راح نخش هذا البيت اللي قدامنا، انتوا شايفين، راح نروح ندق الجرس ونشوف اذا هي تقبل ولا لا. نشوف، بسم الله. البيت مش كذا مظلم، ما في احد، نايمين. بسم الله، لا تذبحني بس، خلينا نوقف بعيد عن بيتها. ايه صح نسيت نقطة الشغالة سعدية فوق. تت 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 تت، نقول لها هاي. لا تذبحيني يا بنت الناس. هاي ان شاء الله عربية، بس الحمد لله عربية. تبين خدامة شغالة انظف بيتك؟ اوكي يا فراولة. الحمد لله قبلتني يا جماعة الخير. اوكي بس لا تسبحيني. يلا خلنا ندخل بيتها. بسم الله بسم الله بسم الله. بس البيت كذا مظلمة،
تمام، بيتها حلو جميل نظيف. بسم الله خرعتني الصوت. نقول لها وش؟ اوكي نبدأ ننظف. خلينا نروح الدور الأول فوق. بيت مظلم يا جماعة، ايش هذا؟ اقول لها كيف أبدأ؟ خلينا نحط شغلة أساسية. هاي ذبحت أم الولد. ذبحت أم الولد. أنت كنت تذبح، تبي تذبحني. كيف أبدأ؟ يا جماعة إيش في هذه المظلمة البيت وقاعدة كده واقفة هناك؟ شوف شكلها، بسم الله. لا ما في شيء، ما في حاجة. المهم شكلها قاعد تكتب وش تبغى أبدأ وزي كذا يعني. أخاف قبل ما تيجي تكتب لي، خليني أغير اسمي، أكتب سادية. أوكي مدام، كيف فيني أبدأ الشغل؟ بس أقول لها حط لها علامة استفهام. يا بت روحي المطبخ. اوكي طيب، اروح المطبخ. ايش اسوي في المطبخ الحين؟ لا ادتني تحكم ولا شيء. خلينا احط حقة النظافة قدامي هنا، ان شاء الله تديني راتب حلو وكذا يعني. نظفي. ولا هي ليش ما تنزل وتقول لي حاجات؟ بيتها ما شاء الله كبير ونظيف، يعني ما يحتاج تنظيف، بس خلينا ننظف كذا عشان تشوفني اني انا شاطرة في النظافة تعطيني راتب. خلينا نسوي شوية ازعاج. قالت المطبخ بس. اوكي جات جات. اوكي أقول لها أعطيني تحكم عشان أقدر أعطيني تحكم عشان أقدر أسوي. ضف البيت وزي كذا، أسوي له أكل ولو تبغى أكل. خابة شي حماس كذا يعني، بيت يكون إزعاج وفوضى وناس كتيرين. قالت لي أوكي. أوكي شكرا مدام. ننظف. الله يعينها، حارتها كله إزعاج وشرطة. أيوة أقول لها أيوة. الحمد لله أول واحدة قبلتني في هذا الماء. نضف لها زي كذا. إيش صاير هنا؟ ليش جنب بيتها في شرطة؟ وي وي، خلينا ننظف وراقب. يا بسم الله إيش صاير هنا؟ قالت لي سوي عشاء. اوكي مدام، اوكي مدام، انا في تحت امرك. انا اسوي الاكل. تبغى اي اكل صح؟ خلينا اسوي لها اي اكل تبغاه. خلينا نشوف الاكل اللي هي تبغاه. فراح اختار الصحنة، ثلاث طبقات. راح ابدا اعمل. اوكي سويت، بس ما عندها عائلة، عايشة الحالة. حطها هنا، راح اقول الاكل جاهز. العشاء جاهزة. نحط كل اصناف الاكل هنا، راح نحط كل الاصناف. وش تقول؟ ايش؟ خلاص روحي نامي. نامي.
طيب وين غرفتي؟ خلاص روحي نامي، الساعة 8 بدري يا مدام. كيف أنام دحين؟ لازم أنظف أغسل، أنظف أغسل وأنام. يا الله، أنا ما بدي يكون فيها فلة كده وزحمة. اوكي جينا هنا، فجأة لقيت هوتيل، أخيرا لقيت هوتيل أبو 5 نجوم. خلينا نروح ندخل عندهم نشوف إذا يبون شغال ولا لا. إيش ده؟ وين الدخلة؟ الدخول وين؟ جماعة الخير أنا جيت، انتو شغالة؟ أنا جيت نشوف يذبحون ولا لا. مين صاحبة الفندق؟ مين صاحب المكان؟ ندخل نبدأ. بس لا يذبحوني. أوكي أقول مين صاحب المكان؟ لا تذبحوني بس. مين صاحب المكان؟ تذبحين انتي؟ اني من العراق، يا هلا والله، ولا من سوريا. تبي شغالة؟ والله احس الفندق افضل من البيت. تبي شغالة؟ ايش؟ لو ايش يعني هذا الكلام؟ اقول لها وش؟ ترى فندق ما تبي شغالة؟ مين ينظف لك؟ مين ينظف الغرفة؟ يعني الغرف مين ينظفها؟ انت تنظفين؟ انت الرئيسة هنا؟ ايش في سلطان كده يمشي؟ يا جماعة مين يبقى شغالة؟ أشوف هذا البيت، أحس بيت كيوت. خلنا ندق الجرس نشوف، والله البيت مرة حلوة، إن شاء الله تكون صاحبة البيت كيوتة كمان. أوكي anyone here? hello anyone here? والله البيت مرة حلو، شوف كيف البيت. سلطان، تبغى أحد يشتغل عندك؟ سلطان شكله ما يبقى أحد. يا جماعة إيش هذا؟ أبغى أكون شغالة عند أحد. الله، خلينا نروح بيت ذي، تبغى شغالة ولا لا؟ خلينا نكتب تبي شغالة. لا تذبحي. ايش تقول؟ لا يا جماعة ليش؟ يا ربي، مو من جدهم، ليش ما يبقوا شغالة؟ ايش ذا؟ شوف بيت هذه، ايش اسمها؟ كازما. هل من أحد هنا؟ ما ادري ليش مام البيوت، في مام البيوت ما يقعدوا في بيتهم، ليه مسميه مام البيوت؟ خلت الباب مفتوح كده قصده ليش؟ عشان لما ادخل تذبحني؟ شو البيت قد ايش كبيرة؟ ما تبغى شغالة؟ يا الله. اوكي جينا هنا لقينا ما شاء الله ناس كثيرين، فأتمنى انه اتمنى هذه تقبلني. خلينا نقول لها هاي.
هاي جنو، لا تجاهليني، ردي علي بسرعة. الله حلوة، يعني تقول ما نبي خدمة، ما نبي شغالة. تبي شغالة؟ يعني تقول لا ما أبي، شكرا. بس إزعاج مو طبيعية. مغرية. وأخيرا كيوت لطيفة حلوة، قالت لي تعالي، ما شاء الله عليها لطيفة. بس لازم تسكر الغنية، لازم تسكر الغنية، مرة مزعج. خلنا نسكره من هنا. أخيرا دخلتني البنت، أخيرا أقول لها وين كيف أبدأ. نظفي بس الغرف اللي فوق الكبيرة. طيب من عيوني مدام، خلنا ناخد وش قالت، ومن فوق لين تحت. اوكي عادي، راح انظف، انا شغالة ساعتية، انا قوية وانا قدها. المهم خلينا نروح الغرف اللي فوق، نبدأ ننظف. راح نحط حقة النظافة هنا. شوف ايش تقول. نظف 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 نظف. الأغنية مرة مزعجة يا جماعة، هذا تسمعوني. اوكي نظفنا الحمام، هي بس قالت لي الغرف، قالت لي الغرف الكبيرة. ايش فيها دودو ذي؟ قالت لي السلام. سلام ايش؟ ايش قاعد تقول ذي؟ ماني فاهمة شيء. وش اسم؟ اسمك؟ اسمي سعدية. اسمي سعدية. ايش بسألت على اسمي ومشت؟ صعبة، نسيت ما كتبت اسمي هنا، خلنا نكتب عشان ايش يعرفوا اسمي. نظف الغرفة هذه الناس عشان ايش المدام ما تقوم تعصب مني. المدام اول جات هنا قاعد تراقبني تشوف. لو سمعتوا هذا الغنية يعرفوا هذه المدام. اوكي خلصنا هالغرفة، نروح غرفة ثانية. لازم نسكر الصوت، نظف الغرفة كويس. بس المدام لو سكرت الأغنية يكون أفضل، عشان أخاف يكون في كوبرايت. خلاص كده خلصنا الغرفة كلها، وخلينا ننزل تحت نقول لها إني نظفت كل الغرف. وين هي؟ وين صاحبة البيت؟ صاحبة البيت برا. اوكي خلينا ننظف المطبخ كويس. جماعة الخير، صاحبة البيت خلتني ومشت. ايش صاير هنا؟ ليش كلهم برا؟ ايش عندها هذه تالين؟ وين صاحبة البيت؟ ليش صاحبة حاطة هذه؟ ايش هذا؟ ليموناند؟ خلنا ناخذ العصير ونخرج. يا جماعة ايش ذا؟
اوه دي هي صاحبة البيت جنو، اتوقع هي خلنا نرجع البيت قبل تقولي لي انت ايش جابك هنا، ليش ما تنظفين الغرف؟ نظف الغرف والا انا ذبحتك الحين. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وكومنت وشير للفيديو، وأحبكم، مع السلامة.